السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عشاق طب، معكم ساره. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وكل شيء يكون تمام. ان شاء الله كما وعدتكم اليوم غنبارطاجي معكم جوج الوصفات اللي كانوا باقين من الفيديو السابق، اللي هما ديال المعسرات ديال رمضان، الكنافه بالقرقع والكراميل، والكنافه بالقرقع والكراميل وبقلاوه بالبيستاش بالفستق. ان شاء الله هاد الوصفات غيعجبوكم بزاف. المذاق ديالهم رائع، غنصوبوهم بواحد القطر اللي كيعطيهم واحد النكهه خطيره. انا متاكده انكم الا جربتوهم غيوليو عندكم ضروري تعملوهم كل رمضان وحتى من غير رمضان. ان شاء الله نبداو مع بعضياتنا في المقادير. اول حاجه نحتاجو القطره، انا نعطيكم الكميه يعني من كل معسله. انا صراحه كان عندي واجد في الدار لان كنوجدو نخبيو عليها بكري، وعملت غير واحد نوز القياس غير باش نصور لكم القطر او اللي كيقولوا الشيره. غنحتاجوا ليلو نص كاس ديال الماء، غنحتاجوا كاس ديال السكر، يعني قياس السكر كيكون دوبلي ديال الماء. غادي نحتاجوا له واحد معلقه كبيره ديال عصير الحامض، وانا كنسمو شخصيا باش كيجي من السمو بنين بزاف، كنسمو بمعلقه ديال الماء الزهر، معلقه ديال الماء الورد، والقليل من الهيل. انا الهيل كنعملو مطحون، ممكن تعملوه نتوما مكمول. الطريقه ديالو بسيطه جدا، كنعملو فوق البوطه الماء والسكر بحال اللي غنعملو السيرو اللي كنسقيو به الكيك، غير هذا كيجي عاقد اكثر وكيجي بحال العسل، كيجي هكذا خصو يكون القوام ديالو متماسك باش ما كيتزكناش داك المعسله ويخليها انها تجي طريه، يعني كيخليها تحافظ على القرمشه ديالها. صافي كنعملو الماء والسكر، كنجهدو البوطه، كنخليوها فوق البوطه حتى وحنا كنحركو حتى كنلاحظو ان ديك الماء والسكر داك السكر داب في الماء وبدا كيغلي. اون فوا ان شاء الله غادي تطلع لنا فيه الغلوه الاولى، غادي نضيفو داك الحامض باش يعقمو، وممكن هكذا نحتفظو به لواحد المده اللي هو طويله، وفي نفس الوقت يعطينا واحد المذاق اللي هو مزيون. دونك غير كنحركو هكذا على عافيه مجهده في الاول، لان من بعد ان شاء الله غنقصو البوطه. في الاول كنجهدو العافيه وكنبقاو نحركو حتى كنلاحظو ان داك السكر داب في الماء، لان كميه السكر كما قلنا هي الدوبلي ديال الكميه ديال الماء. وصافي اون فوا غطلع فيه الغلوه، غادي نضيفو له داك الحامض، وغادي نقصو البوطه وغنخليوها هي ترتاح فوق البوطه هكذا كيغلى بشويه باش كيزيد يعقاد. وداك العصير ديال الحامض كيعمل المفعول ديالو في هذا القطر وكيخليه من بعد يتماسك وما يبقاش ويدوب زعما داك السكر مزيان وما يبقاش كيقرش. كما شفتوا هكذا كيبدا طلع فيه الغلوه، صافي كنضيفو له الحامض وغنرجعوه نفوق البوطه. هنايا غادي نحركو على عافيه مجهده غير نمطا نص دقيقه، وغادي نقصو البوطه وغنكملو هكا التحريك غير واحد باش يتخلط داك الليمون، وغادي نخليوه فوق البوطه لواحد المده ديال 5 دقائق حتى 8 دقائق. وانا كما قلت لكم كنسمو بمعلقه ديال الماء الزهر، معلقه ديال الماء ورد، وشويه ديال الهيل. ممكن نتوما تستغناو عن الهيل، تعملوا الفانيا واي منسمات كيعجبكم، ولكن صدقوني ان الهيل كيتواتب واحد الشكل مع المعسلات العربيه خطير جدا. الهيل ممكن تعملوا كما قلت لكم اما حبات هكا ترميو جوج حبيبات فيهم، او تعملوا القليل يكون مطحون. صافي كنحركو هكذا مره كندوزو فيه يدينا لمده واحد 5 دقائق، ومي كيبدا يغلي بحال هكذا كنضيفو له المنسمات اللي بغيتو، اما ماء الزهر بوحدو اما ماء ورد بوحدو، ولكن جوج ديهم كيعطيوها نكهه مزيونه بزاف. صافي بهذا الشكل غنخليوه لمده جوج دقائق ما كاملاش، من مور ما نضيفو له هذاك الماء الورد والماء الزهر. ممكن تخليوه حتى 4-5 دقائق ماشي مشكل، على عافيه دائما مهيله. وصافي بهذا الشكل كيكون القطر عندنا واجد. انا كنوجدو صراحه دائما بكميه كبيره وكنخليه لانه كيبقى مده طويله، يا في وسط الثلاجه يا خارج الثلاجه، كتشوفوا كيفاش كيتعلق وما تخافوش. دابا كتشوفوا انه هكا باقي سائل، ولكن اون فوا كيبرد كيرجع القوام ديالو بحال العسل. كنحطوه على جنب وندوزو باش نبداو مع بعضياتنا التحضير ديال البقلاوه بالبيستاش، او ممكن تعملوا اي نوع ديال المكسرات عندكم. فوالا بالنسبه للبقلاوه ديال البيستاش او ديال الجوز او ديال اللوز، كاملين كيتخدموا بنفس الطريقه. غنحتاجوا 200 غرام ديال البيستاش، عندي هنا 80 غرام ديال زبده البندق، راه وريتكم في الفيديو السابق كيفاش كتصايب. كنعملوا الزبده فوق البوطه على عافيه مهيله، اون فوا كطالع الكشكوشه كنحيدوها لا كنخليوها موراها حتى كترجع اللون ديالها مبدل وكتبقى تعطينا شويه ديال الريحه مزيونه. ديك الساعه صافي كنطفيو عليها وكنصفيوها، وهي زبده البندق عندنا واجده. غادي نحتاجوا معها جوج معلقات ديال السكر كلاصي، معلقه صغيره او اقل ديال القرفه،
وفقط هادو هما المكونات والورقه ديال الفيلو. هنايا عندي واحد العود اللي به غادي نبرمو هاد البقلاوه. الطريقه ديالها سهله بزاف وكتوجد صراحه بواحد السرعه. انا دائما كنوجد حتى نهار رمضان باش هكا كتبقى مقرمشه وكتطول، لانني كنوجد قبل صراحه ما عمرها كتوصل لي رمضان. هاد العام عملتها شي 3 ايام دابا قبل رمضان، ما كنظنش غادي توصل النهار الاول، لان دائما اللي كيدوز كياكل كياكل منها فما كتبقاش كتسالى بواحد السرعه دغيا دغيا زعما كتكونسوما. صافي هنايا كنخلطوا السكر كلاصي مع داك النوع ديال المكسرات اللي نتوما غتستعملوا. صراحه باي نوع من المكسرات كتجي مزيونه، انا كنفضلها بالبيستاش ولكن كتبقى هذه مساله ذوق. كنخلط القرفه والسكر كلاصي مع البيستاش. انا البيستاج هنا عندي مهرمش وغير سهرته شويه هكذا في المقله باش كيطلق داك المذاق ديالو. صافي كنحركوه مع بعضياته باش كيدخل مع هذاك السكر. كاين الناس اللي ما كتستخدمش السكر، ولكن انا السكر كلاصي ملي كيدخل في الفرن وكطلع مع داك العافيه كيجيبها معلكه من داخل افضل، يعني كيجيبها معلكه مزيان. صافي هنا كنطلقوا الورقه ديال الفيلو. ممكن تعملوها بالورقه التفصيله، ولكن هي الصراحه كتجيب ورقه الفيلو غزاله، واصلا الوصفه الاصليه بورقه ديال الفيلو. صافي كنطلقوا الورقه ديال الفيلو. غادي ندهنوها غير بشويه الزبده من الداخل على الوجه الاول، ومن بعد غادي ندهنوها عاود من الجهه الثانيه بواحد قياس هكا معلقه صغيره ونص معلقه كبيره ديال الزبده باش كتجي مقرمشه من الداخل، وكيدخل حتى الحراره كتدخل من داك البيستاش ومن داك السكر وكتعسل مزيان من الداخل. كنضيف واحد معلقه ونص او جوج معلقات ديال الحشوه هكا مدردره، ما تكثروش بزاف. وصافي كنتنيو الطرف ديال العجينه ديال الفيلو على داك العود وكنلويو به. الطريقه كنكون واضحه في الفيديو، كنلويو حتى الاطراف حتى كنوصل، وما كنلصقوها حتى شي حاجه، يعني كتبقى هكذاك. وما الورقه ديالي مع الزبده كتلصق مع بعضياتها. غنجيبو واحد البلاطو اللي غيدخل الفران، ندهنوه بشويه ديال الزبده. بلاطو الزاج او اي بلاطو عندكم، نوع بالشكل اللي بغيتو، مدوره او هكا بشكل طويل. وصراحه كيجيو البقلاوه معروف بشكل اللي كيجي اما بشكل طويل اما كتجي طبقات. صافي هنا كنضغطوا الجوانب بحال اللي كنكمشوها، ما كنخلوش ديال الجبينه، كنضغطوا على الجوانب بجوج باش كتاخذنا داك الشكل ديال بقلاوه البرمه، وكتجي هكا بحال مكمشه وفيها داك الشكل هكا مزيون. صافي غادي نكمل انا بنفس الطريقه. كندهن الورقه نعاود معكم بالزبده من الفوق ومن التحت، وكندازر معلقه ونص جوج معالق ديال البيستاش. هي صراحه هذا القياس 200 غرام، ممكن تعملوا 250 غرام، كثروا الا بغيتوا، ولكن زعما كيجي هكذا كافي، يعني ما عندكم علاش تعملوا كميات كثيره. وكتجي حد قده مع الورقه ديال الفيلو، الباكيت ديال الورقه الفيلو. صافي كنلويوها كامله كنبرموها، ومن بعد كنضغطوا على الجوانب حتى كتزيروها مزيان، وكنهبطوها في الصينيه اللي غادي ندخلوها من الفران. هنا كملت المقادير كامل، كميه كامله بحال هذا الشكل هكذا كتجي. وهنايا طبعا كتكون بقاتنا الزبده، هي باش غادي نسقيوها، هي كتجي شويه كتاخذ شويه الزبده. قلت لكم 80 غرام ديال الزبده اللي هي كتكون مذوبه عاد تكون باقا. غير دهنوا لها الوجه ديالها مزيان بداك الزبده اللي كانت باقا، يعني كتدخلوها لها مزيان بين الجوانب باش كيدخل لها الطياب. وكنقطعوها دابا قبل ما ندخلوها للفران، عاد شبروا غير واحد الموس وعاد قطعوها بالطول اللي بغيتو نتوما، وموراها غدخلوها للفران اللي يكون درجه الحراره ديالو 180 درجه حتى كتشوفوها تحمرت. يعني هي ممكن تهزوها هكذا وتشوفوها انها من تحت دخلها مزيان طياب، ومن الفوق كتحمر. دخلوها من الاول غلا الفران شاعل غير من تحت، دوز واحد ربع ساعه وشعلوا لها من الفوق باش تكمل الطياب ديالها. صافي هنا انا غندخلها للفران، وان فوا كتخرج من الفران وهي باقا سخونه هكذاك كنسقيوها بالسيرو اللي كيكون بارد. صوبوا السيرو نهار قبل كما قلت لكم، واستعملوه نهار ديال الوصفه. هكذا خرجتها وهي باقا سخونه من الفران، وغادي نضيف لها هنا مباشره ديك السيرو اللي عندي بارد في الثلاجه. القياس هو اللي عطيتكم، يعني هذاك القياس اللي عطيتكم دوبلو الا كنتو غتعملوا مماثلات بجوج، كيعطي واحد القرمشه كتشوفوا كيفاش كيبقى يبقبق كيبقى يبقبق لان هي سخونه والسيرو بارد. فهذه هي الحاجه اللي كتعطي هذاك القرمشه، خصو السيرو يكون بارد والبقلاوه تكون سخونه. صافي هنا كنحطو على جنب ودوزت باش نوجد مباشره الكنافه بالقرقع. ممكن كما العاده باي نوع من المكسرات، ولكن القرقع والكراميل كيجيو بنان مع بعضياتهم. هنا غادي نحتاجو ان شاء الله الكنافه واحد 250 غرام، غادي نحتاج غادي نحتاج من الزبده اللي عاد تكون عندي كنضلو واحد ثلاثه ديال المعالق ديال الزبده. غادي نحتاجو جوج معالق ديال السكر كلاصي، وغنحتاج معلقه ديال الزهر. هادو هما المكونات ديال الكنافه، يعني الطبقه الاولى. وبالنسبه للقرقاع بالكراميل اللي هي الطبقه اللي كتجي فوق منها،
غادي نحتاجوا لها ان شاء الله 120 غرام ديال اي نوع المكسرات. انا خدمت بالكركاع بالجوز. وغادي نحتاجوا طبعا اما عملوا كراميل جاهز او وجدوه بحال هنا من هكذا في الدار ساهل وما كياخذش مكونات كثيره. نحتاجوا 50 غرام ديال السكر، 30 مليليتر ديال الكريمه ديال الطبخ ماشي الحلويات ديال الطبخ. وغادي نحتاجوا له المهم 30 مليلتر هي واحد جوج معالق هكا كبار. وغنحتاجوا له معلقه صغيره ديال الكليكوز، ولا متوفرش ممكن يعمل مرسل، ومعلقه ديال الزبده. حنا شفنا غاديتنا كيوجدها كيفاش كيوجد هذا البركاع بالكراميل، ساهل بزاف بزاف. او ممكن تنقصوا عليكم هاد التوجيده هذه وتشريوه جاهز وتخلطوه مع الكركاع، حتى هو كيجي رائع وتقدر حتى هو كيجي ساهل وكيوجد بسرعه حتى هو. بالنسبه للكنافه انا كنسمها كما قلت لكم بماء الزهر وداك السكر كلاصي باش كيدخل لطياب وكتجي مقرمشه من الداخل. غادي ندردر عليها داك لو سكر كلاص. ممكن تعملوا الا بغيتوا واحد رشيشه بالقرفه، انا صراحه كنكتفي غير بالسكر كلاصي بداك الزبده اللي عندي مذوبه باش كتجي هكذا مقرمشه، وزبده زبده البندق او ممكن ذوبوا الزبده عاديه. زبده البندق انا صراحه كنوجدها كما قلت لكم قبل وكنخدم بها دائما لان المذاق ديالي كيجيني لذيذ بزاف بزاف. صافي كنضيفوا داك السكر كلاصي وكنخلطوها مزيان مزيان، يعني حاولوا انكم تدخلوا داك الزبده فيها كامل، يعني باش تبسوها تدخل فيها داك السكر وماء الزهر والزبده مزيان مزيان. انا غنحطها هكا فوق سطح العمل باش نتاكد ان الشعيرات كاملين ديال الكنافه تلبسوا بداك الزبده، وهكذا يجي فيهم المذاق مزيان وتدخل عليهم الطياب ويتقرمشوا. كتعرف داك التقرمشه ما كتقرش ملي كتاكل الكنافه، هذاك هو المطلوب. وطبعا هاد القرمشه كتجيني كندهنوها مزيان بالزبده، وطبعا كنكبوا عليها السيرو وهي باقه سخونه باش كنحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مرضيه. طبعا لا من ناحيه المذاق لا من ناحيه القرمشه ولا كلشي، يعني كتجي متوله ومزيونه والمذاق ديالها تنيون تنيون. المهم صافي هنايا غادي ندهن داك الكنافه هكذا مزيان مزيان بالزبده، وغادي ندوز باش نعملها في الطويسات. انا اخترت واحد المول ديال السيليكون اللي الدوائر ديالو هكا صغيورين، ممكن تعمروها في الطويسات اللي كنعملو حنا الالومنيوم، ممكن تعملوها اي شكل بغيتو. هو هكذا انا جاتني عندي داك المول هكا صغيور باش يخرج لي واحد الكميه شفتو معقوله، فعملت بداك المول السيليكون هكذاك وكنشبر وكنبدا نضغط على داك الكنافه باي حاجه باش كتاخذ الشكل ديال داك المول. صافي كنعمر يعني داك المول كامل بداك الكنافه، وكناخذ كويس او معلقه وكندهن غير القاع ديالو بشويه ديال الزيت او الزبده باش ما يبقاش تلصق داك الكنافه فيه. وهكذا كنبقى نضغط عليهم حتى كياخذوا الشكل ديال داك المول اللي عندكم، اما المول السيليكون او ممكن تستخدموا كما قلت لكم داك الطويسات ديال الانوكس. وهنايا كنعمل عليهم شويه ديال الزبده في الوجه ديالهم كنزيدها باش كيزيد يدخل معاهم داك المذاق ديال الزبده. وصافي غندخلوهم للفران دائما 180 درجه، الفران يكون شاعل غير من الاسفل حتى يتحمروا، عاد نشعلوا لهم الفوق باش يطيبوا مزيان. صافي هنا كنزيد نضغط عليهم باش يجيو مقرمشين ويجيو هكا يعني الشكل ديالهم معوض. وصافي غندخلهم للفران، ومور ما يخرجوا من الفران غنكون انا في داك الوقت طبعا اللي كيكونوا كيطيبوا فيه كنكون وجدت الكراميل. سو اون فوا كيخرجوا من الفران كنشبر و كنعمروهم. دونك هنايا غادي عملتهم يطيب يعني المول الاول يطيب، وغندوز مع بعضياتنا نوجدوا الكراميل. دونك كما قلت لكم داك المكونات ديال السكر والزبده وكلشي غيكونوا عندكم جاهزين ومعبورين. فغنوضع اول حاجه السكر فوق النار حتى يذوب مزيان داك السكر، ومني كيذوب ان شاء الله داك السكر غير قبل ما يبدا يذوب داير كنعملوا معاه داك المعلقه ديال الكليكوز او العسل، وغنخليوهم يذوبوا مع بعضياتهم فوق البوطه. العسل تكون متوسطه ضعيفه شويه، غنحركوهم هكذا باش يذوب داك السكر يتخلط مع الجليكوز. وطبعا غنكونوا في داك الوقت هرمشنا داك الكركاع. الكركاع انا كما قلت لكم عندي غير مسحات يعني هي خفيفه في الفران او فوق البوطه، وغادي نهرمشو. دونك نخلطوا داك السكر مع داك المعلقه ديال الجليكوز، وغير كياخذ ديك السكر والجليكوز كيخلي داك اللون الذهبي المعروف ديال الكراميل، يعني كيدوبوا باقي ما كيهمش نخليوه حتى يتحرق، يعني غير اول يذوب ونشوفوا ان اللون ديالو رجع بني فاتح وهكا اللون ديالو مزيان وداك السكر ما بقاش. يعني ملي كنحركوا حنا بملعقه خشبيه او هذا كنحسوا ان داك حبيبات السكر ما كيقرمشوش في القاع ديال الكاسرول، فصافي كنعرفوا انه داب مزيان. صافي اون فوا كيذوب كنحسوا ان السكر كامل داب حتى داك اللون الذهبي هكذا، ديك الساعه مباشره غادي نضيفوا له الكريمه ديال الطبخ. وردوا البال انها العصير تكون مهيله ويكون بعيد عليكم طبعا لان كان واحد الصوت يقدر يبقى طاير هكذا. صافي كنضيفوا داك
30 ملل ديال الكريمه وكنحركوها مزيان باش كيدخل فيها هكذا دغيا دغيا وكيرجع لنا على شكل كراميل. وغادي نضيفوا له مباشره مور ما يذوب الكريمه ديك الزبده، وبهذا الشكل كيكون الكراميل واجد. هذا الا بغيتوا غير الكراميل بوحدو تستعملوه حاجه هي الطريقه ديالو. بغيتوا تضيفوا له مكسرات وتعمروا به حشوات او تزينوا به حاجات اللي بغيتوا، فهنا كتضيفوا له داك النوع ديال المكسرات اللي بغيتوا. انا علاش كنصهطهم؟ حيت اون فوا كنضيف المكسرات كنقلب البوطه فما كيدركش يتحمروا داك المكسرات، فكنصهطهم دائما شويه قبل ما نضيفهم هكذا باش كيطلقوا المذاق ديالهم اكثر. صافي ضفت داك الكركاع اللي عندي مهرمش وغادي ندخلو مع داك الكراميل، وبهكذا كتكون الفشوه واجده سهله بسيطه كتوجد في واحد الوقت قياسي. ولكن اللي ما بغاش يعمل هاد العمليه ممكن يشري الكراميل كما قلت واجد ويخلطو مع اي نوع من المكسرات بغا. صافي هنا نخليوها تبرد على جنب على بيد ما نخرجوا الكنافه من الفران. اون فوا كنخرجوها كنسقيوها بالسيرو، فهي كنحتاجوا للسيرو دايما ما عرفتش واش تقولوا في المقادير، ولكن اون فوا كنخرجوها فهي كنحتاجوا نسقيوها بداك السيرو اللي وجدنا مع بعضياتنا من الكنافه من البقلاوه. كنسقيوها هكا بواحد معلقه نقولوا كبيره من جوج معالق صغار في كل وحده، كل وحده كنسقيها بجوج معالق صغار ديال السيرو. وهكذا السيرو مازال باقي هو داليها، كنعمل فوق منهم داك المعلقه الصغيره ديال الكراميل بالكركاع وكنعوضها باش تاخذ الشكل ديالها هكذا من الفوق. وصافي ممكن تزينوهم طبعا بالشكل اللي بغيتو نتوما. عندكم معايا في الصور انا عملت لهم واحد الرقائق ديال اللوز هكا صغيورين وداك الورد البلدي، وصافي هذا الشكل باش الزواق. ممكن تعملوا لهم نتوما طريقه ديال الكركاع هكذا كركاع نص كركاع من الفوق، ممكن تعملوا لهم غير لوز ايفيلي وتدردروا عليهم شي سكر كلاصي تا هو كيجيو نشوفوا الشكل ديالو واش كيجي متيول ومزيون وانيق. وصافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال المعسلات الرمضانيه ديالنا. كنتمنى يعجبوكم وتستمتعوا بهم في رمضان وتحليو بهم هكذا مائده ديال الافطار ديالكم. شوفوا كيفاش كيجيو مؤخرا ما كنحطهم اكثر من شي كيجي عامرين من داخل بزين بزاف. المذاق ديالهم من رائع والله العظيم انا كيحمقوني. كنقول لكم الا وجدتهم في رمضان ما كيوصلوش لرمضان، فكنوجدهم دائما في اخر ساعه. دابا غير التصوير باش وجدتهم شويه قبل. شوفوا الشكل ديالها شحال كيحليلو هكا كتاخد عطيطه او جوج عطيطات صغيورين حلوين ومتيولين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. اللي اول مره كيشوف القناه كنقول له مرحبا بك، ما تنساش تضغط على زر الاشتراك هكذا توصل كل ما هو جديد. واللي بغى يتواصل معايا انا دائما حاضره ان شاء الله من دابا الفوق في انستغرام. شكرا بزاف لكم، تهلاو في راسكم وبوسات كبار لكم كاملين.